انت نيم والله داموس نورس ساندي جراسيوس. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مره ثانيه. ويلكم باك ات المنتزه برايفت سكول. هبدا مع بعض النهارده يونت 3 جريد جابس في ميدل 2. يونت 3 جريد جابس، وظائف عظيمه. يعني ملخص اليونت بيتكلم عن احمد زويل، بيتكلم عن سير مجدي يعقوب، بيتكلم عن سفيره موسى، بيتكلم عن شخصيات اثرت في تاريخ مصر. نبدا مع بعض كده الاكسرسايز. He joined your chess competition when he was only 21. Wins ولا won ولا winning ولا was winning. طيب انا عايز الدرس دوت او الجرامر بتاعه بيتكلم على زمن الباست سيمبل تنس، اللي هو yesterday ago last من علامات السيمبل باست، yesterday ago last من علامات السيمبل باست. وفي once upon a time in the past في الماضي، in the old days في الايام القديمه، in the ancient times في الاوقات الصحيحه، in previous date in عام 2000 مثلا 2011. في علامات كتير للماضي، بس خلي بالك خلي بالك وركز معايا. النظام الحديث في الامتحانات بتاعت الوزير ممكن ما يجيبليش ولا علامه من علامات الماضي دي، يجيب لي ريحه الماضي في الجمله. When I was young، عندما كنت صغير، يعني ما فيش علامه بس اكتشفت ان دي من ريحه الماضي. ممكن يجيب لي مثلا ماضي معطوف على ماضي. I saw Ali and I gave him a present، يعني saw وعطفت عليه ماضي. تعال نشوف مع بعض هنا. Junior chess competition when he was only 12. انا شايف ان انا هنا هنحتاج ان احنا نشوف فين الفعل الماضي اللي هنا. I won. ماشي. My uncle Rashid born in 1861. ماي انكل رشيد ايه؟ اتولد عام 61، ده تاريخ ماضي اهو. العلامه يبقى وير ولا اف؟ تبقى واز. In 1990 he not the number one chess player in our city. في عام 1990 became سامعك بدولة؟ يبقى became صح كده. طيب هنا when they win the World Cup final last year، في علامة ماضي ايه؟ يبقى win ولا had؟ ها؟ ولا did؟ يبقى did. طيب يبقى دلوقتي يا جماعة علامات الماضي ايه؟ علامات الماضي yesterday ago last من علامات السيمبل باست، yesterday ago last من علامات السيمبل باست. ماشي، دي احنا شفنا علامات الماضي هنا وظبطناها مع بعض. وفي الامتحان ركز معايا، في الامتحان سؤال اللي تشوز بكتب اللي تشوز، بس بكتب مثلا نمبر 1 بي واكتب الكلمه، ها، واسيب سطرين كده وريح الاجابه، ريح الاجابه. عايز المصحح يشوفك انت وانت بتكتب سينما، انا باسسك لثالثه اعدادي. ماشي نكمل هنا ونقول ريد اند كوريكت. اقرا وصلح الاندرلاين وورد. They live in a small flat with flat equals apartment. apartment يعني شقه. هم بيعيشوا في شقه صغيره، طب ما صح؟ لا. From 2005 to 2006. طيب ما هنا شايف يعني ده كده تاريخ ماضي، يبقى ليه هتبقى ايه؟ هتبقى lived. ماشي. مجدي يعقوب وير بور، يبقى ده تاريخ ماضي اهو. مجدي يعقوب ده ماضي، يبقى was. طيب they get married in 1983، يبقى did. عايز الماضي بتاع get، ها؟ فكر. تبقى ايه؟ got. طب she didn't give me، نفي الماضي ايه؟ didn't والمصدر، didn't والمصدر، didn't والمصدر، didn't والمصدر، فعل من غير اضافات. give مين يقول لي المصدر بتاع ايه؟ give، برافو عليك، يبقى give. Number 5. I read had my breakfast this morning. I did. فيها تركيبة معينة، المفروض I didn't have. I didn't have، المفروض الخط يمد شوية. I didn't have، I didn't have ده المصدر والمصدر. قال لك إن did والdidn't بتاكل الفعل، تحوله من ماضي لمصدر. يبقى المفروض إن إيه؟ didn't. فين المصدر بتاع هاب؟ بتاع هاب بهاب. ماشي
حط الفلوستوبات طبعا ما لازم البنكتويشن. ماشي. Where did you learn swimming؟ انا قلت did والمذر في كلمه اضافيه هنا learn تبقى ايه؟ تبقى learn. وصلت كده يا جماعه؟ يبقى علامات الماضي yesterday ago last من علامات السيمبل باست، yesterday ago last من علامات السيمبل باست، وقلنا ان في ذا باست ان ذا اولد دايز ان انشنت تايمز وانس وانس ابون ا تايم ان وبريفيس ديت، كل دي علامات ماضي يا جماعه. طبعا انا كان ودي يعني ايه؟ ما احلش حل تقليدي، عايز برضك في فروقات كلمات كده عندنا فلات ايكوالز لازم اجيب السينما بتاعها او المعنى بتاعها، كلمه فلات يعني شقه بتساوي ايكوالز ايه؟ ايكوالز ابارمنت، ابارمنت يعني ايه؟ شقه برضك ماشي؟ عندنا مصريين جيت مارد وجود مارد، ماري يتزوج، مارد تزوج، مارج الزواج، ويننج باري حفله الزواج، وهنا طبعا هنا يعني بنحاول نفصص ما تاخدش كلمه وخلاص كده. بريكفاست الفطار وهاف بريكفاست هاف لانش هاف سابر هاف دينر، وقلت الار ما بتتنطقش ماشي. هنا ليرن يتعلم، حد يقول لي وات از ذا انتونيم، انتونيم هنا كان في بنك المعرفه، خلي بالكم من سينم مرادفه المينينج وانتونيم هي الاوبوزيت. ايه الانتونيم بتاع ليرن؟ احنا متابعين لبنك المعرفه في المدرسه كويس، العكس بتاعها تيتش، تيتش يدرس، وقلنا ليرن يتعلم، ليرند تعلم، ليرنا متعلم، ليرنينج التعلم، اونلاين ليرنينج التعلم عن طريق الانترنت او لونج ديستنس ليرنينج. ماشي. عندنا هنا ذا سينيور تيم doesn't win the final in 2018. هنا في بريفيوس ايه تاريخ سابق، عايز اسمع الاجابه نفي الماضي الايه؟ انا بعمل سؤال بديت وبنفي الديدنت. تاني ركز معايا، بعمل سؤال بديت وبنفي الديدنت، يبقى هنكتبها هنا didn't. ماشي؟ وتحط الفلوسوب. لازم وانت بتجاوب في امتحان تاني اعدادي وبكتب read and correct، بكتب التصريح على طول واوضحه وبحروف واضحه واحط الفلوسوب. احنا كمان درستنا بنهتم بالبنكتويشن، ركز معايا، العمليه اتس ا بيس اوف كيك، اتس ا بيس اوف كيك المصري بيقولها دي، يعني الامر سهل جدا، اتس فيري ايزي. انا كده خلصنا بيج 13، هناخد ايه بيج 14. نكمل برضك يا جماعه فكرنا في الاختيار. انا مستر شادي اي من قصد الانجليزي بيحل، مش مجرد احنا مؤديين بنحل الاختيار وخلاص، انا عايزك تتعلم فكر الاختياري ازاي. هناك كاتشر وورد، كلمه صياده لغايه ثالثه ثانوي لغايه دفعه التابلت. هنا مثلا بقول ان ايرثكويك از ناتشورال ايه، انا عارف ايرثكويك يعني زلزال، طب هتبقى كاينس ولا ديزور ولا ديزاستر ولا انفكشن؟ اشوف الكلمه الصياده، ايه اقرب كلمه لايرثكويك؟ هي كلمه ايه؟ ديزاستر. ديزاستر اللي هي ايه؟ ديزاستر اللي هي ال الكارثه يعني. صح لكم ده برضك عشان تبقى باينه معاكم. ايوه كده. ديزاستر. طب يو كان تقدر تعمل ايه في الباب ده؟ ساتش از فاير، تقدر بامبا ولا مند ولا فارنس ولا امرجنسي؟ يو كان مثلا ايه في حاله الفاير، في حاله النار. طبعا دي حاله طوارئ، معقوله تكون بامب يضخ ولا مند يصلح ولا فارنس مزرعه؟ كل دي مش كلمات صياده للباب، لا ودي في كلمه فاير كمان، كلمة نار، نار يبقى معاها كلمة ايه؟ emergency، emergency اللي هي الطوارئ، في حالة الطوارئ يبقى في كلمة صيادة. She was a nut for the Red Crescent اللي طبعا الهلال الأحمر student، الهلال الأحمر ده student volunteer brain patient. إيه أقرب الكلمات لكلمة صيادة؟ هتقول لي مستر ما أنت عشان حافظ الكلمات بتحل، أقول لك ما أنت هتحفظ كلمات كتاب المدرسة المكتوبة بالبولد بالأسود أو باللون الأحمر. عارف الريد كريسنت يبقى volunteer اللي هي الإيه؟ المتطوعة. ولنتين المتطوع ماشي. طب ذا نوت تيكن اير اند هيلبس تو بريز، ايوه ايوه شبه بتقول بريز، بريز يعني يتنفس. ايه اقرب الكلمات للنفس؟ لونجز، برافو سامعك بتقولها. ذا نوت بامبس بلاد اراوند ذا بودي، بلاد دم واحمر وبيضخ، يبقى الايه سامعك بتقول ايه؟ هارت مش هيرت، هارت يا ماي هارت قلبي، بريف هارت من جيبسون القلب الشجاع. تاني يا جماعه يبقى كلمة صيادة، لما الاقي بريس يبقى لونجز، لما الاقي بامب او بلاد يبقى هارت،
خليك ذكي، لما الاقي كونتريز دول بره الاكواس يبقى باسبورت جوه الاكواس، بس ابقى قبل الدول. لما الاقي انجلش بره الاكواس يبقى امبروف امبروف انجلش، ركز ركز. لما الاقي هارت ترانسبلانت او يبقى على طول، او هارت يبقى ترانسبلانت، زراعه القلب مع سير لك دي ايه ياكو. ماشي، هنا ده بالنسبه للبيج اللي بعده، بيج 15. معايا كده؟ يسرز جراند فادر ديدنت ايه؟ انا قلت ديدنت والمذر، انا قلت يوز تو، اعتدى على حاجه بطل يعملها، اعتدى على حاجه بطل يعملها. اي يوز تو سموك سيجارز، كنت متعود اشرب سجاير، الحمد لله. دلوقتي دي انا ما بشربش سجاير، دي عاده صحيه، دلوقتي هيلثي هابت دلوقتي بالنسبه لي. ماشي؟ يسرز جراند فادر ديدنت ايه؟ شايف انا ممكن اكتب ايه؟ ممكن انت هنا ايه يوز اهي، ممكن اكتب يوز، معلش ايه هنا مش باينه شويه، طب اللي بعده بقى what do you use to learn at primary school، primary school مدرسه ابتدائيه اللي هي جونيور، what do we، لو ركزت معايا كده هنا هنا البرايمري سكول هنا يوز تو، دي كان اصلها يوز تو، انت واخدها اعتدى على حاجه بطل يعملها، اعتدى على حاجه بطل يعملها. اه اي يوز تو بلاي فوتبول وانا واز يانج، لما كنت صغير كنت متعود العب كوره، دي جوه الفعل في المصدر يوز تو. طيب هنا ديد، وات دو، لا هتبقى ديد، نكتبها هنا، نكتبها هنا ولا تزعل. ديد ماشي. طب دكتور مجدي يوزد فور هيلب تو جيت بيبل نيو هارتس، قلوب جديده، يبقى يوزد ايه؟ سامعك بتقولها تو، الاغنيه بتاعت المستر يوزد تو، اعتدى على حاجه بطل يعملها، اعتدى على حاجه بطل يعملها، ونفيها ديدنت يوز تو، ولازم تيجي في الامتحان، اصل ده الجزء الجديد الخاص بالباست في اليونت، يبقى لازم تيجي في الامتحان. I used to swim a lot when I'm younger. ايه ده ماضي، ماضي معطوف على ماضي. When I'm younger، younger ولا when I was، when I was اهي was اهي، تسد عليه الشمس اهي was اهي. ماشي. No I didn't use to eat fish. Fish are you fishy؟ Are you crazy؟ هل انت مجنون؟ Are you insane in America؟ يبقى fish مش معناها سمك بس، ده fishy ده مصطلح امريكي idiom. Are you fishy؟ Are you crazy؟ Are you insane in America؟ طب هنا I know I didn't use اهي يوز، لان دي انت والما تحط في الستوب، انت لسه بتعلمها في الستوب، هتحط لنا في الستوب. ماشي خلاص، هنا ده بالنسبه للجزء الخاص بالصفحه دي ال 14، المفروض يبقى عندنا بعد كده 15. ده لسه جزء الليسننج، ده هنخرج في فيديو لوحده اللي هو التست المجمع على اليونت.